عنواننا الجديد إثبات مستقيم مقارب ما. كيف بدي أثبت أنا إنه مستقيم أعطوني إياه بالتمرين هو مقارب ما؟ أول خطوة نوجد fx ناقص y دلتا. y دلتا هي معادلة المقارب المائل. نوجد fx ناقص y دلتا. ثاني خطوة نوجد الليمت. أو بلا ما نقول نوجد الليمت، نبرهن أن الليمت للناتج يعني للفرق ل fx ناقص y دلتا شو لازم يطلع؟ لازم يطلع صفر. نهاية الفرق لازم يطلع صفر. احنا ناخذ مثال على هالكلام. طبعا اكس تسعى شو؟ زائد او ناقص ما لا نهاية. كنا عم نعمل عم نحل مثال على المقارب المائل. ليكن ليكن سي خط البيان للتابع اف اف اكس واي اسمه بعد ناقص 2 ناقص 3 عليه سلاتي. برهن ان المستقيم دلتا الذي معادلته واي يساوي اكس ناقص 4 مستقيم مقارب زائد لا نهايه وعندنا نقص. ثم ادرس الوضع النسبي للخط سير مع المقارب او بالنسبه للمقارب المائل. اول شيء قلنا نطلع اف اكس ناقص واي دلتا. إذا أول شيء نعمله نوجد fx ناقص y دلتا. fx ناقص y دلتا. طبعاً في عالم هون بيروحوا لعند fx بيعملوا له شوية مكياج قسمة إقليدية بيظبطوا المنظر بعدين بيطرحوا. في عالم ما بيحبوا إلا بكي بيتركوا مثل ما هو. أنا رح أتركوا مثل ما هو. x مربع ناقص 2 x ناقص 3 على x زائد 2 ناقص هي fx ناقص y دلتا. بدنا نحط هون داخل قوسين شو هو؟ وين x ناقص 4 ال y ما لي علاقه فيها بعوض الجزء اليمين x ناقص 4 بدل y عم عوض x ناقص 4. رح نوحد المقامات. هذا مقامه 1 يضرب x زائد 2 وهذا مقام x زائد 2 يضرب بماذا؟ بواحد. المقام المشترك x زائد 2 يلا واحد المقامات x مربع ناقص 2 x ناقص 3 هون ناقص نفتح فوز هاي بهاي وهاي بهاي هاي بهاي وهاي بهاي x في x x مربع x في زائد 2 زائد 2 x ناقص 4 بx ناقص 4 x ناقص 4 ب 2 ناقص طلع الجواب ناقص بنضرب بالكل x مربع ناقص 2 x ناقص 3 فكه ناقص x مربع ناقص 2 x زائد 4 x زائد 8 على x زائد بروح هذا مع بعض بروح هذا مع بعض شو ضل؟ لا مو هذا بروح مع بعض ناقص 2 اكس ناقص 2 اكس ناقص 2 اكس ناقص 2 اكس ناقص 4 اكس مع زائد ضلوا الاعداد 8 ناقص 3 ضل الجواب 5 على x زائد 2 هاي طلعنا fx ناقص y دلتا. هلا بنطلع ليمت هذا الناتج. هلا بنقول لهم ليمت fx ناقص y دلتا بيساوي ليمت الناتج 5 على x زائد
عدد على نهاية بعقلنا طبعا، عدد على نهاية صفر سواء كان عند الزائد لا نهاية أو عند الناقص لا نهاية، بالحالتين رح يطلع معنا الناتج شو؟ صفر. طبعا امتحانات اللي بيجوا مع بعض اللون عند الزائد لا نهاية صفر و ليميت 5 على x زائد 2 عند الناقص لا نهاية برضه شو؟ صفر. معناها فإن y تساوي x ناقص 4 مقارب ما كانت. هي اثبتنا مقارب للخاص. ادرس الوضع النسبي. دراسة الوضع النسبي للمقارب المائل. مثل ما عملنا بالمقارب الافقي. مثل ما عملنا بالمقارب الافقي. لهيك دراسة الوضع النسبي. أول شيء بعمله ندرس إشارة Fx ناقص، يعني إشارة الفرق. وعندي ثلاث حالات. إذا هذا الفرق موجب يعني أكبر من الصفر بنقول C فوق المقارب، يعني فوق مين؟ دلتا. إذا الفرق سالب شو بنقول؟ C تحت المقارب، وإذا بيساوي الصفر نقطة تقاطع. كيف ممكن يكون بيساوي الصفر؟ بيكون الوسط يحوي X، يوجد نقطة تقاطع. رح نشوف مثالنا الآن، رح ندرس الوضع النسبي للناتج. وين الناتج؟ هذا الناتج لناتج الفرق. نعمله جدول وضع نسبي. إذا يفضل نعمل جدول وضع نسبي. بالسطر الأول بنحط مجموعة التعريف. شو مجموعة التعريف؟ مين اللي بيعرف المقام؟ ناقص 2 من ناقص لا نهاية للناقص 2 للزائد. هون الإشارة إشارة Fx ناقص y دلتا، وهون الوضع النسبي. الوسط موجب، نحن عم ندرس إشارة هذا تذكر. الوسط موجب، فالمقام هو من يحدد الإشارة. قيمة بتعادل المقام ناقص 2 ما قبل الجذر مخالف لأمثال x لدرجة أولى، يعني هون شو؟ ناقص. وما بعد الجذر موافق لأمثال x هون شو؟ أو بالطريقة العامة إذا ناقل عدد بالمجال من ناقص لا نهاية لناقص 2، ناقل عدد من ناقص لا نهاية لناقص 2 ونعوض المقدار الكامل، وين يكون ناقص 10 بيطلع 5 يعني ناقص 8 موجب على سالب سالب، ناقل عدد بعد ناقص 2 وين يكون 10 5 على 12 موجب، ونحط الإشارات. هم نقول C فوق دلتا، لا أنا أقسم تحت دلتا. هون شو بنقول؟ C فوق دلتا. مرة عم تطلع تحت دلتا ومرة عم تطلع C فوق دلتا، وهذا هو الوضع النسبي للمقارب شو؟ المائل.